الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن. ودام عند كل حين تلا القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. وخاب من تجنب بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهله.